استنى لما اشوف. تمام خلاص هنبدأ اهو يا شباب، يلا. تمام. ماشي يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل سنة وانتم طيبين يا شباب، ربنا يوفقكم يا رب العالمين. انتوا معايا طبعا المستوى الثالث كله بتاعها وسابع، صح؟ انتوا شايفين الشاشة دلوقتي؟ شايفين الشاشة؟ لا شايفين حضرتك بس يا دكتور. الشاشة مش معمول لها شير؟ طب ما انا عملت لها الشير. طب لحظتين عشان الشير، لان انا مش انت عملت لي سماح للشير يا اياد؟ اه يا دكتور، اه حضرتك هو الهوست حضرتك اصلا اللي كمان. هوست دلوقتي، حضرتك اللي طيب هوست ماشي، اصلا شير دلوقتي. سكرين. طيب ماشي، جايز يكون انا اللي شايف اهي معايا. انا عايز بس هنشوف الاول دي اهي، شفت الشكل ده يا شباب؟ اه بسم تمام. الله الرحمن الرحيم. طبعا ده الشكل، فاكرين الجراف ثيري لما احنا بدأنا فيها معايا؟ انا عايز دلوقتي هنبدأ فيه. انا عطيتكم الشكل ده قدامكم عشان تبقوا ايه واخدين بالكم، انا هتكلم على الجراف عشان معالجة الصور. يعني ده الكلام ده بالنسبة لي مكرر، اللي هو الايه، الايمج بروسيسنج معايا، عشان تمام. هنتكلم عن الحاجات دي. هنا هنتكلم على اساس الجراف ثيري. انا وديت لكم قبل كده فكرة عن الكريسبي جراف وعن الفازي جراف، الانشتينستيك فازي جراف، وفي الاخر حاجة اسمها النيتروسوفيك جراف معايا. فاحنا قلنا، فاكرين ولا لا، الفازي جراف اللي فيه درجة، اللي انا عنده الرؤوس والايدجز معايا. الكريسبي جراف اللي هو لا اما صفر لا اما واحد، الفازي جراف اللي هو درجة صفر الى واحد، الانشتينستيك اللي هي درجتين، اللي هي الممبر شيب والنون ممبر شيب. هنا بقى احنا النهارده هنطلع بكذا سؤال. احنا شغالين دلوقتي على معالجه الصور او الايمج بروسيسنج. انا هطبق في الايمج بروسيسنج حاجه اسمها النيتروسوفيك جراف ثيري. النيتروسوفيك جراف ثيري انا اديت لكم فكره عن جراف ثيري قبل كده، وجبنا الفيرتسيز وجبنا الايدجز وجبنا الديجريز، فاكرين؟ فاكرين؟ حد يرد معايا. اه تمام. اه يا دكتور، طيب انت معايا ايه علي ولا ايات فين؟ ايه علي انا معانا؟ هو انا ايه دكتور مع حضرتك. انا بحسب بس انا ملخبط بين ايه وايه. طب خليكم معايا. نيتروسوفيك جراف ثيري هنعرف وات ذا نيتروسوفيك جراف ثيري. حط لي سؤال عندكم واحطهم سم اوبريشنز اون نيتروسوفيك جراف ثيري. انتوا شايفين الشاشه صح؟ عشان انا بعت لكم الملخصات دي قبل كده. اه تمام السؤال اللي هنا، تمام يا دكتور. نيتروسوفيك جراف ثيري is a branch of graph theory. يبقى انا عندي graph theory اللي هي نظريه الاشكال، لان نظريه الاشكال هي اساس الايمج بروسيسنج. ماشي؟ دي بتتعامل مع الجراف اللي هو that have neotrophic data on their vertices or edges. يبقى انا عندي رؤوس وحواف للشكل عشان معالجه الصور. النيتروسوفيك جراف represent the relationship among several objects. خلي بالكم معايا اللي فيها ايه؟ يعني النيتروسوفيك ده بيهتم بدراسة الاوبجكت اللي فيها indeterminacy، اللي فيها uncertainty، اللي فيها inconsistence او incomplete information system. يعني بمعنى كل الداتا اللي في الدنيا اللي انا قلتها لكم قبل كده، ان في كريسب داتا وفي نيتروسوفيك داتا وفي فازي داتا وفي معايا. فاحنا هنا الداتا اللي هي نيتروسوفيك دي بتعتمد على او بتعمل كومباينيشن او كونتينز سيرتينتي اند انسيرتينتي داتا، يعني بتحتوي على جميع البيانات والمعلومات اللي فيها درجات فيها يقين وفيها لا يقين معايا. يبقى انا هطلب منك تعريف النيتروسوفيك جراف، وهاخد امثله دلوقتي في الاشكال المرسومه. يبقى وات از نيتروسوفيك جراف ثيوري، ده برانش من الجراف ثيوري بيتعامل مع
نيتروسيفيك داتا اللي هي بتحتوي على الانديترمنسي او بتحتوي على الانسرتينتي او الانكمبليت داتا. معايا؟ ولو ابلكيشن نيتروسوفيك جراف ثيري كان بي يوزد فور فاريس ابلكيشنز such as wireless networks, خليكم معايا, social networks, decision making and clustering. يبقى انتوا السؤال اللي هنا اكتبوه حتى عندكم اهو اللي نتكلم عليه, what is the neutrospective graph theory, ماشي, and give some examples on a applications of neutrospective graph theory, وحط اكزامبلز على النيتروسوفيك جراف ثيري. معايا؟ دي بعض المفاهيم, some of the concepts of and operations in نيتروسوفيك جراف ثيري. في نيتروسوفيك جراف is a graph that has نيتروسوفيك data on its vertices, عندك عند الرؤوس والايدجز, والنيتروسوفيك جراف can be single valued or interval valued. ده في النيتروسوبيك داتا في الريال نمبرز اللي هي تحتوي على الفترة من 0 ل 1. احنا هنشوف الشكل دلوقتي هيبين لكم الحاجات اللي احنا بنشرحها بالظبط. انا يهمني في الحتة دي كلها ايه هو النيتروسوبيك جراف ثيري, وهناخد المثال, وايه الابليكيشنز على النيتروسوبيك جراف ثيري والاوبريشن. اكتبوها كسؤال دي. طبعا في حاجة اسمها النيتروسوبيك جراف سب جراف, ان تشوف سب جراف اللي هو الجراف الجزئي, بناخد جزء من الجراف. هنشوف من الشكل دلوقتي what is the neutrospective sub graph. طبعا هو عباره عن جراف له برضه رؤوس وله ايدجز. some types of neutrospective data had the original graph. a neutrospective sub graph can be induced or non induced depending on خليكم معايا في الحتة اللي جاية دي, adjacent يعني رؤوس مع بعض أو جيران اللي هي adjacent, في joint اللي هي المرتبطة, في بيحتوي على relations في ال original جيران. What is the neutrosophic complement is neutrosophic complement graph. يبقى أنت سؤال كامل على الجراف النظر اللي انا قلته ده, وتعالوا بقى هنرجع عشان ما تاخدوا بالكم ان نيتروسوفيك يونيون جراف, ان نيتروسوفيك انترسكشن اوف جراف, هنشوفها على المثال احسن عشان بدل ما اتكلم عنها نظري بس. يبقى في دي اكزامبلز. يبقى السؤال اللي هنا يا شباب, حد يقول لي بقى السؤال اللي هنا اللي انت لو سالتوه نظري هتساله في ايه؟ حد يقول لي يا إيهاب. دكتور في ناس بتدخل بس لسه ما تقبلوش، فممكن حضرتك تقبلهم عشان حضرتك بس الهوست. ما حد انا ما شفتش حاجه. فين هم؟ تدخل على بارتيسي بنت وهتلاقي ان اكتر ناس موجوده، حضرتك هتقبلهم على طول. طب مش احنا قلنا في وقتها يا اولاد يعني سبحان الله. يا ناس عشان ساعات النت بيعلق. معلش انا اللي غلطان. طيب هشوف كده ما اللي يظهروا عندي, المفروض يظهروا عندي ان انا اعمل لهم. لا حضرتك الأول بتبقى وبعد كده هما بيدخلوا على طول. ما فيش الا اتنين صح؟ حد قال لك تقريبا هو زينب في حد يعني قطعوا لنا المحاضرة اللي احنا شغالينها. زينب ومين كاميرا دكتور كده كده دخلوا؟ متسجل. طيب لا عشان برضو ما دام هم موجودين عشان. لا لو بيدخلوا تمام نستناهم، انا بقصد يعني على التسجيل يعني ايه يا إيهاب نسجل انت كده. معايا يا إيهاب ولا ايه؟ طبعا معاك يا دكتور، طيب دلوقتي قول لي يا إيهاب بقى، انت انا في قلت البيت ايه؟ يعني فمش عارف افتح مش عارف افتح المايك كتير. طيب قول لي انا قلت ايه يا إيهاب؟ ايه اللي احنا قلناه في الكلمتين الاخرى دول؟ النظري انت قلنا مش سامع عندك صوت واقع يا إياه.
أياد ايوه يا دكتور. قولي انت، احنا قلنا ايه، ايه اللي هنستفاده من الحته النظر الصغيره دي الاول؟ اللي هو تعرف النيتروسوفيك جراف ثيرابي والامثله اللي هي اللي عليها. جريف ثيري والامثله ايه بقى؟ لما انا اقول لك ايه وات ده، اكتب السؤال وات ده نيتروسوفيك جراف ثيري، يعني اتعرفوه، والتطبيقات اللي ممكن نيتروسوفيك جراف ثيري زي ممكن نستخدمها في العديد من الابلكيشنز اللي هي الوايرلس نتورك، السوشيال نتورك، الديزيشن ميكنج، الكلاسترنج، الايمج بروسيسنج، الميديكال ايمج بروسيسنج، ده برضو ممكن نستخدم فيه النيتروتروبيك جراف ثيري. وقلنا ان سم اوف ذا كونسبتس اوف اوبريشنز ان النيتروتروبيك، الاوبريشنز اللي على النيتروتروبيك ثيري، وفي حاجه اسمها الجراف والسب جراف او نيتروسوفيك سب جراف، وهنشوفها في الشكل. وقلت هناخدها سواء في اوبريشنز زي النيتروسوفيك كومبلمنت، زي النيتروسوفيك يونيون، زي النيتروسوفيك انترسكشن، دي كلها اوبريشنز هتتعمل على الجراف ثيري. واديت لكم فكره عن الكلام ده قبل كده، بس انا هقوله من خلال الجراف احسن. كل اكزامبل هنا في فيرتسيز او فيرتكس لكل، كل فيرتكس وايدج. الفيرتكس اللي هي الجي اللي هو الجراف الكابيتال جي لو انتم فاكرين، وبندي فيرتكس واحد، فيرتكس اثنين، فيرتكس ثلاثة، وهكذا، وهنشوف الاوبريشنز اللي عليها الوقت. كل ده يعني مثلا برضو شوف الحتة دي عشان قبل ما ندخل على الجراف، مثلا عندي فيرتكس اي، فيرتكس بي، فيرتكس سي، فيرتكس دي، وعندي التي والاي والاف دي نيتروسوفيك اللي هي 8 من 10، 1 من 10، 1 من 10 مثلا. دي البي مسائل يا دكتور ولا ما, أنا توضيحات؟ ما دي توضيح على الرسم اللي انا هقوله الوقت. توضيح بس صح؟ الرسم اللي انا هقوله الوقت يعني، خليكم معايا. البداية ده الفيرتكس، يعني كل راس في الشكل او في الصوره، في عندي مثلا هنا 4 رؤوس اهو، كل راس معرفه ب3 حاجات. خليكم معايا، انا هشوفها في الرسم الوقت. عشان الحاجه الاولانيه اسمها الممبر شيب فانكشنز اللي هي التي، عشان تعرفوا التي يعني ايه، والاي اللي هي الانديترمنسي او الحياد يعني، والاف اللي هي الفلوس الفولس او نون ممبر شيب. يعني كل فيرتكس من دول خليكم معايا هيبقى له كام حاجه؟ 3 حاجات، كل فيرتكس له 3 حاجات، وكل ايدج هيبقى له 3 حاجات في الرسم، في الصورة أو في الجراف. حد عايز يسأل قبل ما أطلع على الجراف؟ سيف سيف سيف، ايه يا دكتور؟ بقول لك دلوقتي انت فهمتوا ايه اقصد بالفيرتكس هنا بالرأس؟ الفيرتكس هنا اللي هي مثلا النقط النقط، كل فيرتكس هيبقى لها 3 حاجات، كل ايوه راس هيبقى لها 3 حاجات، وكل ايدج اللي هو هيبقى، تقريبا اللي هي درجة ايوه اللي درجه هو التاكد، القبول شاطر، والرفض واللي والحياد واقف، تقريبا، اللي صح؟ واقف على الحياد، جدع شاطر جميل. يبقى كل راس هيبقى لها ال3 حاجات دول معايا في الجراف. بعد كده هننقل الكلام ده على الصوره، احنا شغالين ايمج بروسيسنج، ازاي نستخدم النيتروتروبيك جراف ثيري في الايمج بروسيسنج او في بالنسبه للميديكال ايمج او في البايو انفورماتيك. المهم هنا كل الثلاثه زي ما انت قلت اسمها الممبر شيب والنون ممبر شيب والانديترمنت، ده كل فيرس. كل ايدج هجيبها بقى في الرسم النهائي في اخر حاجه هنتكلم فيها. يعني ما فهمنا الوقت ان النيتروسوفيك او مركبات النيتروسوفيك في الجراف كل فيرتكس لها 3 حاجات يا شباب، الممبر شيب، نون ممبر شيب، انديترمنسي. انديترمنسي دي في الوسط. طيب وكل ايدج نفس الكلام له 3. شايفين الحته دي بس للتوضيح بس، وبعد كده هتشوف على الرسم. انا عندي من A لB، يعني فيرتكس A فيرتكس B معايا، شايفينها؟ انا حاطط هنا درجه واحده، ده اللي هي ده اسمه الفازي، فازي جراف. الدرجه الواحده هنا بتاع مش اللاين اللي بين، لاينز بتوين تو فيرتسيز بنسميه ايدج، فاكرين؟
ايوه دكتور، ان الخط ما بين الاثنين راس بنسميها ايدج. فهنا الايدج هنا لو درجه واحده تعرف دي ان هي الممبر شيب، يبقى دي في حاله الفازي بس. فحاله ان السوسيفيك السبعه من عشره ده هيبقوا ثلاث حاجات هنشوفها في الرسم في الاخر. ده بنسميه الانترفال فاليد نيتروسوفيك جراف with three vertices and three edges فيهم. مثلا هنا اهو تعالوا في الفتره، ايه الفرق بين الاي اللي هي تي فيها فتره هنا والاي في فتره والاف في فتره؟ ايه الفرق بينها وبين المثال اللي فوق؟ المثال اللي فوق قيمه للتي، قيمه للاي، قيمه للاف، لكن المثال ده اللي هو اسمه الانترفال فاليد نيتروسوفيك جراف يبقى التي عباره عن فتره والاي عباره عن فتره والاف عباره عن فتره. كل ده هيبقى في البيكسلز بتاع الصوره لما نتنقل للايمج بروسيسنج او الميديكال ايمج بروسيسنج. يبقى دي اسمها انترفال فاليد نيتروسوفيك جراف. يبقى ايه الفرق بين الحته دي والحته اللي فوق اللي هي الايه فيها قيمه واحده لإيه؟ التي هنا في الفيرتكس ايه 8 من 10 في الاي 1 من 10 الاف 1 من 10. ده في الايه. طب تعالوا الايه تحت عشان هنشوفها في الشكل الوقت. الايه تحت فيها ايه؟ ها؟ زينب الايه هنا فيها ايه؟ فتره، عباره عن التي عباره عن فتره from 0.7 to 0.8. الاي هنا يا زينب معايا يا زينب اللي جاي متاخر ها زينب مش هنا، هي دخلت صابت الموبايل وراحت تاكل. ها يبقى هنا الايه هنا الفيرتكس هنا عباره عن التي عباره عن فتره والاي عباره عن فتره والاف عباره عن فترة. كل دي عبارة عن فترات للبيكسلز بتاع الصورة أو بتاع الجراف لما هنتعامل مع الجراف مع الإيمج بروسيس. طيب كل ده يبقى أنا السؤال البي نفس الكلام عبارة عن فترة، يبقى الشكل اللي هناك اسمه نيتروسوفيك جراف على طول من غير فترة، لكن الشكل اللي هنا اسمه سنجل فاليود نيتروسوفيك جراف. يبقى أنا عندي فترات، ده السنجل فاليو، ده دي السنجل فاليو، يعني كل قيمة سنجل اهي، كل قيمة سنجل، لكن هناك اسمها انترفال فاليود نيتروسوفيك جراف. يبقى انا عندي السنجل فاليود نيتروسوفيك جراف في بوينت بوينت بوينت، اما الانترفال فاليود نيتروسوفيك جراف اللي هي عبارة عن الفترات. مين تاني حسان معايا؟ انت سايبيني اتكلم لوحدي يا ايهاب ولا ايه؟ ايوه دكتور موجود. مين حسن؟ حسن حسن ولا حسن؟ اصل انا شايفها بعيد. لا حسن ما هو ممكن يكون صايم فتاخد حسن على طول، خليك معايا. يبقى في سنجل فاليد، في سنجل جراف نيتروسوفيك جراف، وفي انترفال فاليد نيتروسوفيك جراف. طب ما تفهمني يا حسن يا دكتور. حسان، في بنت اسمها سارة مش عارفة تدخل برضو. يقص عليها انا عبال ما الجملة وصلت لي يا دكتور الصوت عندي بيعلق، يا شباب. طب يعني يا سارة، سارة منصورة النت عندي مش سارة كويس. عصام لسه جاي الوقت، يعني جاي بعطلوني. احنا قايلين في الميعاد، مش قايلين الميعاد بالظبط يا اياد؟ ايوه يا دكتور، بس طب في حاجات نعطل المحاضرة في ليه يا يبقى النت اولاد؟ اصلا، النت وحش اصلا. طيب يبقى النت الوقت. سيء يا دكتور عشان العيد، كل سنة وحضرتك طيب، بيبقى في ضغط على الشبكة وكده. ماشي، خليك معايا وانتم طيبين يا اياد، خليكم معايا الوقت. الوقتي انا قلت ايه الخلاصة بقى بتاع الحتتين دول، ان what is the neotropic graph theory، بعد كده الابليكيشنز بتاع الجراف ثيري، بعد كده الاكزامبلز في الاوبريشنز على الجراف ثيري، الانترسكشن يونيون ديفرنس اكزامبل على الجراف ثيري زي سنجل نيتروسوبيك جراف ثيري، عرفت شكله، و الانترفال فاليد نيتروسوبيك جراف ثيري. يبقى انت تسأل سؤال على الحته دي. تعالوا بقى
الجراف نفسه بقى اللي انا بدأت بيه المحاضرة في الاول، دي امثلة على كل اللي انا قلته يا شباب، عشان ابعت لكم ده تاني معايا، ده كل انا قلته على السنجل وعلى امثلة متعددة. يعني انا يهمني بقى في الاخر اهو، كل ده امثلة على اللي انا قلته، انا قلت مثال واحد منهم بس هما كلهم زي بعض، على السنجل نيتروسوفيك جراف ثيري وعلى الانترفال نيتروسوفيك جراف ثيري. طيب تعالوا هنا، بعد ما تعرفنا على الكلام ده لازم نتعرف عن نيتروسوفيك ايمج دومين معايا يا شباب، لان انا عايز اعمل تحليل للصور وعايز اعمل ابلكيشن على الايمج. What is the neutrosophic image domain؟ ورقة وقلم تكتبوا الكلام ده، في neutrosophic، في image crisp image domain قلت لكم قبل كده، وفي fuzzy image domain، وفي neutrosophic image domain. طيب What is the neutrosophic image domain؟ يبقى انت هتضيفه على السؤال الاولاني على الجراف، هتضيفه عليه ايه هو neutrosophic image domain؟ ايه اللي انت تعرفه عنه؟ ده عبارة عن دومين أو مجال، ده is the concept that applied the neutrosophic set theory to image processing. يعني ده مجال أنا بحط فيه الصورة اللي هي بالثلاث حاجات بقى، اللي هي التي والآي والإف اللي إحنا اتكلمنا عنهم ده سيد. لجينا أنا ايوه يا دكتور. فهمت الجزء الأولاني؟ فهمت أنا قلت إيه؟ عايز اه اعرف تمام. النيتروسوفيك جراف ثيري، عايز اقول الابلكيشنز بتاعته، عايز اقول الاوبريشنز عليه، بعد كده هضيف نيتروسوفيك ايمج دومين. What is the neutrosophic image domain? Neutrosophic image domain is the concepts of that applied the neutrosophic set theory to image processing. The neutrosophic sets are generalization of fuzzy sets that can handle uncertainty, incomplete and indeterminacy. النيتروسوفيك ايمج كومبوزد، خليكم معايا بقى، النيتروسوفيك ايمج كومبوزد اوف 3 سب سيتس. ايه هم الثلاثه بقى يا شباب؟ النيتروسوفيك هم الدومين، ها انت كنت بتتكلم فيهم يا دلوقتي يا دكتور سيد. برضو هند ما دخلتش برضو. طب اعمل انا هند، انا دخلتها من ساعه، هند هند لسه جايه اهي، لسه جاي الوقت، يقص عليك يا هند، ابلغ البوليس. يبقى هنا شوف كل لما اجي اتكلم حاجه، طيب خليكم معايا بقى. يبقى انا وصلت هنا يا شباب للنيتروسوفيك ايمج ايه؟ دومين. طيب النيتروسوفيك ايمج دومين از كومبوزد اوف 3 سب سيتس ترو اند ده لسه ترو اللي هم الترو والفورس والاندترمنسي. اه والاندترمنسي اند ايوه اللي هي التي والاي والاف، which represent دي اي صوره، عشان اشوف بقى الباوندري والباك جراوند بتاع الصوره وهكذا على الترتيب من خلال النيتروسوفيك ايمج دومين. يبقى النيتروسوفيك ايمج دومين دي برضه له بقى العديد من الابلكيشن، such as انا عايز اعمل دايجنايز، عايز اعمل كلاسترنج، عايز اعمل سيجمنتيشن للصوره، عايز اعمل توصيف and classification of medical images معايا كله ان انا بعمله ازاي. ايوه يبقى انا كل الكلام ده ازاي هعمل ترانسفورم تو ترانسفورم ان ايمج انتو ذا نيتروسوفيك دومين. يبقى انا بحول الصوره في النيتروسوفيك دومين اللي هو بيحتوي على الثلاث حاجات يا سيد، خلاص كده. يبقى اللي هي التي والاي والاف. يبقى لما اجي اسالك عن النيتروسوفيك دومين كل اللي انا قلته ده بالترانسفورميشن هتكتبوا لي الكلام ده اللي هو بيحتوي على التي والاي والاف والابلكيشن بتاعه، خلاص كده. يبقى احنا قلنا الجراف ثيري، نيتروسوف جراف ثيري والتعريف والابلكيشنز، قلنا النيتروسوفيك ايمج دومين اللي انا هحاول هضع فيه الصوره برضو عشان يكتبوها كسؤال. يبقى احنا كده السؤال في بعض، السؤالين في بعض. تو كونفيرت ذا نيتروسوفيك دومين، لو انا عايز مثلا اشتغل على الجراي سكيل ايمج او عشان اعمل لها بروسيسنج، البروسيسنج هنا بيعمل ايفالويت تو الريال اوت بوت فروم ذا نيتروسوفيك انفورميشن. يبقى انا بحول الصوره للدومين واشتغل على
تحليل الصورة بقى من خلال السيميلاريتي، من خلال البروسيسنج، من خلال السيميلاريتي ميجر، من خلال البروبابيليتي، الدينيستي فانكشنز، حاجات بقى كلها، الويت، الافريج، حاجات كتير جدا من خلال البيكسل. يبقى هنا بعمل كومباينيشن هنا ذيس ميثودز اللي هي طريقه سواء في الجري سكيل ايمج او الكلام ده، ان انا بعمل ديفرنت، خليكم معايا، كومباينيشن ما بين التي والاي والاف سب سيت، لو في السنجل فاليود او في الانتربال فاليود اللي احنا قلناها من فوق. يبقى انا لما اسالك على النيتروسوفيك ايمج جومين، تعالوا بقى نوصل لاخر الشكل ده قبل، لان قال له لسه 10 دقائق يا ايات، لو ال 10 دقائق انتهم بيعملي حاجه تانية عشان ندخل على الرياضه، على الحيويه، طبعا بيانات تمام الحيويه ماشي. بسرعه. الشكل اهو يا اولاد، خليكم بقى دي اخر حاجه، ده الشكل. بعد كده هجيب صوره مش مشكله دلوقتي، وهبعت لكم الملخص ده. هنا الشكل ده، هنا الفيرتيسيز، شايفين الفيرتكس واحد، فيرتكس اثنين، فيرتكس ثلاثه، فيرتكس اربعه، فيرتكس خمسه، الفيرتكس سته وسبعه وهكذا. كل فيرتكس هنا، الاولاني فيرتكس واحد بس مش باينه دي، بس شايفينها، اكبرها شويه، شايفينها يا شباب، ايه دكتور واضحة عشان تمام. ناخد بالنا. الفي واحد الدرجات بتاعتها 3 من 10، 1 من 10، 4 من 10. يبقى فيرتكس، ذا فيرتكس في 1 0.3 0.1 0.4. دي كده نيتروسوفيك يا دكتور صح؟ ايوه، دي ما انا بيانات نيتروسوفيك. جميل شاطر. يبقى هنا الثلاثي ايه بتاع النيتروس، وهنا الثلاثي بتاع الايج، سماها انت بقى ايه، اي 1 اي 2 اي 3، معايا؟ يعني الرسم ده هتاخدوه وهتعملوا عليه في 1 في 2 في 3 واي 1 واي 2 واي 3. طيب هنا السب جراف بقى اللي انا قلت لكم عليه، باخد اي جزء من ده، يعني ممكن اخد فيرتكس 1 مع فيرتكس 2 مع فيرتكس 3 او 4، واقول ده اسمه سب جراف، معايا؟ طيب وات از ذا ديجري اوف فيرتكس 1؟ فاكرين انا عرفت لكم الديجريز قبل كده. ها يعني الفيرتكس 1 طالع منها كام؟ طالع منها كام ايدج يا شباب؟ ها؟ طلع منها ثلاثة. 3. يبقى الديجري هنا بتاع الفيرتكس 1 كام؟ 3. طب تمام. الديجري بتاع الفيرتكس 2؟ 2 2. 2 تمام بس يا دكتور. تمام طب الديجري بتاع الفيرتكس 3؟ 1 1، صح كده؟ طيب انا عايز بقى السميشن ديجريز فور دينيتروسوفيك جراف جي اند في اند دي. هنا بقى يبقى انا هجيب السميشن كله، يبقى عرفنا احنا بنجيب الفيرتيسيز اهو، وبنجيب ايه، طيب خلاص كده. طيب وات از ذا سوبريمم، احنا اتفقنا يا شباب ان كل فيرتكس لها 3 حاجات، فالممبر شيب والنون ممبر شيب والانديترمنسي في الوزن، صح؟ خليكم معايا كده، يعني كل، انتوا معايا يا شباب ولا نمتم؟ مع حضرتك يا دكتور. طب خليكم معايا كده في الحته الاولانيه، القيمه الاولانيه في الفيرتكس الاولانيه مش هي 3 من 10؟ 0.3. القيمه الاولانيه في الفيرتكس الثاني، ها شايفينها؟ اللي هي كام؟ 0.4 اللي هي 0.4، صح كده؟ يبقى انا لو انا سالتك وات ذا سوبريمم، انا عايز اعلى قيمه في الممبر شيب، هتعمل ايه للرؤوس؟ السوبريمم ده سؤال هتضيفوه، السوبريمم بتاع الممبر شيب، وهتقول السوبريمم بتاع الانديترمنسي، وهتقول السوبريمم بتاع النون ممبر شيب. يعني انا هجيب من كل مركبه من الاوائل ديت في الفيرتيسيز اكبر قيمه، فهمتوني ولا لا؟ اعتقد في كل الفيرتيسيز اكبر قيمه كلها كام؟ 8 من 10، صح؟ اللي هي فيرتكس 6 ولا ايه؟ تمام صح. ده في الميمبرشيب. في الممبرشيب، الله ينور عليك. طب في النون ممبرشيب اللي هي الثالثه، النون ممبرشيب اللي هي ايه؟ الثالثه، فهمتوا هتسألوا فيها ازاي؟ لا هو What is the بتاعت supremum؟ فيرتكس 5 من 10 صح؟ ها؟
هتبقى اللي هي 5 من 10 في الفيرت في اه في الفيرتكس اللي هي النون ممبر شيب. فيرتكس كام؟ 2. اتنين. ماشي اه اتنين. طيب انا عايز يبقى انا هسألك على اول حاجة الفيرتسيز، اول حاجة، تاني حاجة الايدجز، تالت حاجة الديجريز، رابع حاجة السوبريمم، الانفيمم، او ممكن اقول الماكسيمم والمينيمم. معايا؟ دي اخر حاجة، تمام. دي اخر حاجة في الجراف. ممكن اقول لك هات لي سب جراف يا سارة، سارة عصام، السب جراف، السب جراف، اخد اي فيرتكس مع هاي دكتور مع حضرتك. اخد اي فيرتكس معايا. فاهمني ولا لا؟ اي فيرتكس اه يا مع دكتور. اي فيرتكس مع ايدج، يبقى ده هو السب جراف. اللي ظاهر. طب زينب المتأخرة، دكتور زي اللي معدل المايك بيعلق. طيب يعني الغلط في المايك، يقص عليك يا مايك. ماشي، خليكم معايا كده، فاهمين يا اولاد؟ عايزين يا ايات، يبقى دي كده محاضرة النهاردة اللي هي ايه؟ ايوه يعتبر دكتور. معالجة الصور، الجراف ثيوري والايمج دومين، نيتروسوفيك ايمج دومين. تمام، اللي احنا قلناه في النيتروسوفيك في معالجة الصور وفي الجراف ثيوري هننقل عليه على قواعد البيانات الحيوية. خلاص، انا هحاول بقى كده جزء المحاضرة ده انتهى. تمام، عرفنا كم سؤال ممكن يتسألوا عليه هنا، اكتبوا الأسئلة دي وابعت لكم الايه والحاجات دي عندكم، انا بعتها لكم قبل كده اصلا. هيبقى هنا what is the nitrosophic graph theory، what is the nitrosophic image domain. لو جبت لكم جراف او نيتروسوفيك جراف اجيب الحاجات بتاعته. كل ده مفهوم الوقت يا شباب ولا لا؟ اللي مش فاهم يقول لي. يا هند، هند، يعني احنا كنا في ناس طلع. يا هند، هند لا مش دكتور موجودين. دكتور صوت حضرتك ساعات بيعلق، بس انا المشكلة عندي. لا ممكن عندنا احنا. طيب ماشي، المهم اعملوا لي لينك تاني عشان ندخل في المحاضرة التانية، لأن مش هياخد الوقت ده، مش هيكفي. تمام. طب كده هنوقف الريكورد صح؟ اه، وقف الريكورد خالص وبعتيه. اه حضرتك توقف من عندك عشان حضرتك لو انا اقفله بقى، ما انا هقفل خالص. تمام، طب الريكورد هتنزليه عندك ولا ايه؟ هو اصلا المفروض ينزل هو عند بينزل حضرتك. ما عند حضرتك يا دكتور، بينزل على طول اوتوماتيك. طيب ماشي خلاص، بينزل عند حضرتك مش عندنا. تمام، ماشي ماشي. معلش خد الفلاحين على لا قد لا عقلي. بفكرك بس يا دكتور.